هذا اللقاء اليوم حول الكتاب الصين، وهو يعني رحلات حديثة لعبد ربه فقير إلى رحمة ربه. وكانت لي زيارات، أربع زيارات حاولت فيها أن أنقل المشاهدات وأيضا أن أجد بعض الأسئلة وبعض الأجوبة لأسئلة كانت تراودنا. نحن جيل تربى على كلمة الصين منذ الستينيات والسبعينيات، سواء كيساريين وأيضا كاتحاديين. كنا يعني مفتونين بصور المهدي بركة وهو في الصين، وهو يعني يصافح كبار القادة الصينيين. أيضا كانت الكتب الصينية تصل، وكانت الجامعات تحفل بالنقاش. طيب، كان هذا أول يعني استئناس بالصين، فكانت هذه التجربة لكي أرى إلى أي حد الصين التي يعني ألهبت خيالي في السبعينيات وبداية الثمانينيات هي نفسها التي سأراها في الواقع. وجدت بالفعل أن الماو هي موجودة وماو غير موجود، لم يعد ماو المقدس ماو الوحيد، بل خلفه دينغ سياوبينغ وصنع الصين الجديدة. وجدت أيضا بأنه العقل الصيني ليس هو ذلك العقل الذي يحافظ على تراثه الذي يمتد 3000 يعني سنة في الماضي منذ تأسيس أولى السلالات الحاكمة، بل هو أيضا شعب يقيم الآن في المستقبل بذكائه وبابتكاراته. هناك تنظيم مجتمع يسير، وهذا هو الأساسي إلى جانب هذه الطفرات وهذه الانتقالات الكبرى في مجال الذكاء. هناك أيضا عمل شاق وجدي فيما يتعلق بالحياة اليومية الصينية. كان المفروض أن تكون 2020 هي سنة الإعلان عن القضاء على الفقر في الصين لولا هذا كوفيد. أيضا هناك أشياء كثيرة يمكننا أن نجدها في الكتاب، وأنا يعني واعي ومدرك تمام الإدراك بأنه يستحيل أن تلخص الصين ورحلاتنا إلى الصين أو للانطباع الذي نأتي به من الصين في كتاب. سنعود إليه بالرواية، وسنعود إليه بالشعر، وسنعود إليه، لكن هذه مشاهدة أولية كدين لي على الصين. سعدت باستقبال السيد السفير لما قدمت له الكتاب بمساعدة مشكورة طيبة للأستاذة كريمة التريبي اللي هي المديرة المسؤولة على معاهد كونفوشيوس. وكان لنا واحد الجلسة طويلة تقريبا ساعة يعني غير معتادة. وكنت أثرت خصوصا الأستاذة كريمة التريبي اللي كانت أثرت هذه القضية مع الأستاذ السيد السفير. وربما ستكون لي فرصة قادمة إن شاء الله قريبا لهذه الفكرة التي تراودني.